في هذه الجولة الإخبارية من إفريقيا الشرقية نتوقف في البداية بإثيوبيا، حيث تركز إثيوبيا الهيرالد اهتمامها على الهجمات الأخيرة التي شنها متمردو الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ضد ولاية عفار الإقليمية، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن الحكومة الفيدرالية قد بذلت قصارى جهدها لاستعادة السلام في شمال البلاد، واصلت الجبهة الإرهابية ارتكاب الفضائع مع الإفلات من العقاب. وفي رواندا ذكرت صحيفة The New Times أن الرئيس الرواندي بول كاغامي أطلق يوم الجمعة أعمال بناء مشروع بيئي كبير في كيغالي. هذا المشروع الضخم الذي نتج عن شراكة بين الحكومة الرواندية وشركة البناء EDHA سيمكن من بناء أكثر من 2400 وحدة سكنية بيئية ميسورة التكلفة حسب ما أشارت الصحيفة. أما في كينيا فقد ذكرت صحيفة KBC أن اللجنة الانتخابية المستقلة قد استدعت النائبة سابينا تشيغي بسبب تصريحات تفيد بأن حزب جوبيلي زور الانتخابات العامة لعام 2017.